إيمان أبو ريا خريجة فنون وحرف يدوية من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. التحقت بالكلية الجامعية لحتى أنمي موهبتي بالرسم. في مرحلة الدراسة اكتسبت مهارات جديدة، منها ناحية الرسم، الحرق على الخشب، الفسيفساء، ومن خلال المهارات هاي طبعا شاركنا بفعاليات كثيرة ومشاركة في معارض. بشتغل نحت رسم بالأكريليك بالألوان الزيت بالفحم، حرق على الخشب، تطريز، مكرمية، فسيفساء. طبعاً هذا المجال اللي ببدع فيه هو عبارة عن قطع صغيرة من خلالها بشكل لوحة فنية أو أي حاجة تانية. الحمد لله خلال مرحلة الدراسة وما بعد الدراسة حققت جزء كبير من طموحاتي وأحلامي. اليوم أنا راضية عن نفسي وعن اللي وصلت له، وإن شاء الله بس على تحقيق أهداف وطموحات أكثر، وإن شاء الله ربنا يوفقني.